Aber wann nicht? Nichts, nichts. Lisa, أي بزهقش. كان عندي في الحياة الأولى كان عندي مخبز ومدة العجانة كنت نص عم نظفها داروا العجانة من غير ما يعرف إن أنا تحت ومتت. كان عندي مرة أولاد، كان عندي 6 أولاد، 3 بنات 3 أولاد. مرتي اسمها رمية، أنا اسمي كان نادر. التربة يا أخي، يلا يلا مثامر، ها هخلصها قوام، مع إني مش حابب خلص قوام. قصير حديد من قرية دارتي كرمل. أنا عمري 13 سنة، بخبز خبز صاج. أول مرة خبزت فيها كان عمري 5 سنين. إجت أمي لقيتني عم بحكي مع حالي، سألتني مع مين عم تحكي؟ قلت لها عم بحكي مع مرتي وولادي. ناطق معنى كلمة تقمص، يعني الروح تنتقل من جيل لجيل. جربت توصل معهم؟ جربنا أما ولا توصلنا. ليه؟ لأنه أهلي بدونش يعني يعيش الجيلين، بدون يعني يعيش جيل واحد. كانت أمي تروح على الخلوة، يطلع لبرا، شوفها وين صارت، بس تصير قاطعة يعني نص الحارة، أنا انزل لتحت طول الطحين اعجن وروج وبلش اخبز. لما يكون اوعية كله مطحين هذا بيكون عندي عيد، وانا اخبز بحس براحة نفسية، زي كيف بيكون العراس يا فرح، انا هذا اليوم بيكون عندي فرح. انتبه لهون لما يمسك العجين وياخذ نفس طويل، انه هو هالقد استعمل له اشي جوا انه مسك العجين. اول مرة اجى اصير يخبز معي كنت عمالة بروج مرق على الشارع، بقول لك هاي المرة عم بتروج. قلت له في حياتك ما شفتش حدا بروج؟ قال بلا، خليني ساعتك. قلت له بيطبع بيدك؟ قال ايه معلوم بيطبع بيدي. قلنا له تفضل يا اصيل. لما كنا نخبز وين كان اصيل؟ انا وين كنت؟ كنت في لبنان والله عم بوزع خبز. وين تكون؟ قصدك لما انا كنت في لبنان وعم بخبز خبزي بجنة، انت وين كنت؟ انا وين كنت؟ سكت. شد الهمه، اجل زيد اجل زيد نشوفك. انت مفكر حالك اشطر مني؟ شوف جبت لك اول خبازه واخر خبازه، انا اشطر منك. الأولاد صفي بيبدأ وبقول في كل صراحة بحبش أطلع معهم إذا عندي خبز، أنسي كوي يتبدع عن إشي عشان الخبز، الخبز بيظل في دمي. قمت نعجن بعد شوال، نتصل لدار شفيق كلهم وزعوا لهون شوال.